الواقعه بالعكس، جنه وشهد، تعملي ايه؟ هتصدقني؟ والله ما كنت هعمل حاجه، والله ما كنت هعمل حاجه. هي اول ما هتيجي تعتذر لي تعوري والله. في المستشفى اصل حضرتك اتكسر، هقول لحضرتك ركب سبع مسامير، هقول لحضرتك ومش عارف كام شريحه، هقول لحضرتك حاجه، ولسه ما اعرفش هرجع تاني ولا لا. ابتسام زايد دي، ابتسام زايد بطله الدراجات، واحده وقعتها من فوق جبل في بطوله افريقيا، جالها كسر في الترقوه، وجالها فتح في دماغها هنا، وكانت دي بقى كانت هتموت بجد، ولا عملت اي حاجه، جت اعتذرت لها خلاص. اصل ده برد في الدرجات، ليه هبقى متعمده اعمل كده؟ يعني ابتسام زايد دي مرت بمواقف اكبر من كده بكتير. ممكن اصدمك؟ اتفضل كابتن محمد معانا. عارفه انت عارفه الناس، مش عايزاكي تمثلي مصر؟ عارف، بس هم ظالميني، لان انا نفسي امثل مصر. انا ما تعبتش 3 سنين واتمرمطت 3 سنين عشان ما اعرفش امثل مصر. ليه ما اعرفش امثل مصر؟ مش عايزينك. الناس عايزه الاخلاقيات، عايزه الروح الرياضيه، الناس مش عايزه. حتى لو جبت ميداليه الناس مش عايزاها. تخيلي وصلت الراي العام، لان هم سمعوا من طرف واحد. بس ما انت موجوده معانا اهو، اقنعي الراي العام. مش عارفه تقنعي الراي العام يا شاه. انا مش متعمده. ليه هبقى متعمده؟ الحكم قال عمد. الحكم اللي قال عمد. الحكم قال. انا ليه هبقى متعمده؟ يا كابتن محمد. لا يا فندم. الناس ضد شهد قولا واحدا، واكيد سيادتك عارف كده. حضرتك عارف ولا لا؟ عارف طبعا من التعليقات ومن السوشيال ميديا طبعا عارف. والحل ايه؟ ممكن اقول انا الحل؟ اتفضلي. انا مش هلعب عجل تاني. مش سامع. مش عايز العب عجل تاني. هما مش عايزيننا نمثل مصر؟ ماشي، مش هروح اولمبياد. مش هتروحي؟ خالص. تعتذري؟ هتعتذري؟ قدمت اعتذار ولا لسه؟ دلوقتي. دلوقتي انا بقول استجابة لطلبات الناس ورغباتها. ولا عشان ارتكبتي؟ لا، يعني عشان الناس. جريمة في حق زميلتك. انا لو غلطانة ولا الاثنين؟ انا لو من جوايا متعمدة، هبقى مش متضايقة كل المضايقة اللي انا متضايقاها دلوقتي. انا مشيت اراي. اصل احنا دلوقتي ماشيين بالسوشيال ميديا. مش السوشيال ميديا. لا، السوشيال ميديا. لا، اي حد عايز ينتقم من حد او يتكلم من حد يخش على السوشيال. هو مين اللي لا وفي في حاجه انت عملتي؟ ما انت قلت ان انا اخطاء قلت. لكن مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. انا ما فيش يعني كل الدنيا بتهاجم عشان اللي عملتيه. تمام، عشان دي تمام، بس مش متعمده. عشان ده غلط. مش متعمده. عشان لازم تبقي نموذج اللي يلعب باسم مصر. تمام، انا بقالي 4 سنين نموذج يا حضرتك. بقالي 4 سنين ما حصلش كده. معلش انا بقصى عليك، بس زي بنتي لازم تبقي نموذج. نموذج، ما اعملش الغلط. ما اعملش الغلط. انا بقول اعتذرت. انا بقول جنة اعتذرت لها وهي ما رفضت. قمت لها عشان ابوس على دماغها، هي رفضت وقالت لي لا ابعدي عني. المأمور بيقول لمامتها انت هتدخلي بنت عندها 19 سنه هتدخليها مع المجرمين واللي بيقتلوا والحراميه. قالت له اه، ما هي شباب. كابتن محمد. ايوه يا فندم. شاهد بتعتذر على الهواء انها لن تشارك. والله شاهد تعرضت لضغوط كتيرة قوي وضغوط نفسية كتيرة قوي، يعني بقى لها فترة ما مش عارفة تتدرب ولا عارفة تاكل ولا تشرب. أنا بتحايل عليها عشان تاكل وتشرب. شهد تعرضت يا أستاذ أحمد لكمية إهانة فظيعة جدا. شهد من أسرة متواضعة. شهد من الفيوم مش من السويس. أبوها وأهلها في منطقة بسيطة. النهاردة حصل موقف يعني وهي معايا في الفندق أغمى عليها، لأن أظهروا والدها وعائلتها بشكل يعني دول ناس بساط قوي، يعني ناس فلاحين. لا، مالناش علاقه بالعائلات والاسر، احنا لنا علاقه باجراء حصل في ماتش او في سباق، مالوش علاقه بالاهلي يعني. ما هو الكلام دوت يا فندم، الشتيمه اللي هي بتشتمها والالفاظ، وهي طفله صغيره زي ما حضرتك شايف، اثر عليها نفسيا كتير. يعني هي بتقول لي انا خلاص مش عايز العب عجل تاني، انا مش هلعب رياضه تاني، انا ليه بيتعمل فيا كده؟ بتواجه ضغوط نفسيه صعبه جدا هي والفريق. يعني الفريق اللي متاهل معانا يعني خلاص، الولاد برضو نفسيتهم تعبانه جدا. انا متضايق جدا طبعا من اللي بيحصل دوت. استاذ احمد، الاتحاد المصري للدراجات او مصر
مأهلة 3 للأولمبياد، إحنا الدولة العربية الوحيدة اللي مأهلة 3 لاعبين للأولمبياد في التراك، إحنا ممثلين العرب كلهم. في أفريقيا إحنا في دولتين، مصر وجنوب أفريقيا، مصر واخدة 3 مقاعد في القارة، جنوب أفريقيا مقعد واحد. تعبنا كتير يا أستاذ أحمد، بذلنا مجهود كتير، إحنا بنحب بلدنا، بلدنا هي رقم واحد. شاهدين اللاعبين اللي تعبوا كانت بتنزل من السبق والله بيغمى عليها. المنافسه بيننا كانت ما بين نيجيريا وما بين جنوب افريقيا اننا نوصل، بذلنا مجهود كبير قوي، تعبنا عشان بلدنا. الدول والله 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 والكلام ده انا مسؤول عنه، احنا بننزل اللعيبه اللي ما تاهلش، اللي ما تاهلتش من الدول الكبيره قاعده بتعيط، دول امريكا واسبانيا ودول كبيره قوي، ومصر بتتاهل. ده حدث كبير قوي 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 لبلدنا، احنا عايزين نتعب عشان خاطر بلدنا. الوصول للاولمبياد مش سهل، مش في يوم وليله، الوصول للاولمبياد خد مجهود وخد تعب وخد مصاريف وخد حاجات كتير قوي. شهد كانت بتسيب دراستها وتيجي تتمرن وتدوس على نفسها. الولاد اللي معايا كلهم بيتعبوا عشان خاطر بيحبوا بلدهم. حصل الموقف ده، قدر الله، هو قدر ربنا سبحانه وتعالى. هي شهد حصل منها اللي حصل قدام الناس ده كلها، بس والله نيتها في اي حاجه، وهي في نيتها تعتذر وكل، بس هم اللي رافضين والله. شكرا. بس انا برضو بقول في الاخر احنا هدفنا الاول والاخير هو بلدنا. شكرا كابتن محمد ابراهيم، بشكرك شكرا جزيلا. عايز تقولي حاجه؟ بس انا اتظلمت وانا حققت اللي هي عايزاه، مش هلعب الاولمبياد واللي الجمهور عايزه، ولا هلعب درجات تاني. شكرا شكرا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. Voilà.